السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم آدم من قناة تقنيات للمعلومات. طبعا من أفضل البرامج الاحترافية الخاصة بالمونتاج، الجرافيك، التصميم، الهندسة الصوتية وغيرها هي بلا شك برامج شركة الأدوبي. هذه البرامج يستفيد منها الملايين من المستخدمين حول العالم. فمثلا من خلال الفوتوشوب يمكنك التعديل على الصور باحترافية. نفس الأمر ينطبق على برنامج الإليستراتور الغني عن التعريف. وأيضا يمكنك احتراف عالم المونتاج من خلال أدوبي بريمير الذي يسمح لك بإضافة تأثيرات احترافية على الفيديو، كما يمكنك احتراف الجرافيك والفيديو على برنامج الأفتر إفكت وغيرها من البرامج الرائعة. فإذا كنت محترف لهذه البرامج فأنت تعلم أنك تمتلك كنزا كبيرا بين يديك. من خلاله يمكنك العمل بشكل حر والحصول على آلاف الدولارات شهريا، خاصة من تصميم الشعارات والتيشيرتات والمونتاج. أضف إلى ذلك العمل على الموشن جرافيك وغيرها من الأعمال المربحة. إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من الميزات الرائعة لهذه البرامج، فقد أطلقت شركة أدوبي إصدارات جديدة لجميع برامجها وهي إصدارات 2019. يمكنك الحصول على هذه البرامج من خلال تنزيلها الواحد تلو الآخر، أو يمكنك تنزيل جميع برامج الأدوبي 2019 دفعة واحدة من خلال الطريقة التي سنشرحها في هذا الدرس. أولا توجه إلى موقع شركة أدوبي، الرابط سأتركه لكم في الوصف أسفل الفيديو. بعد ذلك قم بالاشتراك بالموقع من خلال سين إن. إذا لم يكن لديك حساب بالموقع قم بالضغط على جيت أدوبي آي دي، وفي الصفحة التي ستظهر لك قم بإدخال بياناتك الشخصية في هذه الخانات بما فيها اسمك الكامل، بريدك الإلكتروني والباسورد الخاص بك. بعد الانتهاء من كل ذلك اضغط على سين أب. الآن توجه من جديد إلى الصفحة الرئيسية، وفي أسفل الموقع قم بالضغط على خيار كرياتيف كلاود. بعد أن تظهر لك هذه الصفحة اضغط على فري تريال ليظهر لك كل برنامج على حدة بشكل مجاني أو شراء النسخة الخاصة به. أما إذا كنت ترغب بتحميل هذه البرامج دفعة واحدة فأنصحك بتحميل أداة كرياتيف كلاود من خلال الضغط على داونلود. بالنسبة لمستخدمي الويندوز فسيتم تحميل النسخة الخاصة بهذا النظام، أما إذا كنت من مستخدمي الماكنتوش فسيتم تنزيل النسخة الخاصة به بشكل تلقائي. إذن بعد تنزيل هذه الأداة قم بتثبيتها على حاسوبك بشكل عادي حسب نظام التشغيل الذي تستخدمه. بعد تشغيل الأداة قم بتسجيل الدخول بحسابك على الأدوبي، ثم اضغط على السين إن وانتظر قليلا إلى أن يتم تثبيت جميع ملفات أداة كرياتيف كلاود. بعد ذلك ستظهر لك جميع برامج الأدوبي على واجهة الأداة. من خلالها يمكنك تنزيل البرامج التي ترغب باستخدامها بشكل مجاني أو بطريقة مدفوعة من خلال Buy Now. خاصة إذا كنت تجني المال من هذه البرامج فستجد أن مبلغ شرائها صغير مقارنة مع أرباحك. أما إذا كنت ترغب بتنزيل هذه البرامج مجانا فيمكنك الضغط على Try لتحصل على مدة مجانية لتجربتها على حاسوبك. ومع ذلك يمكنك البحث واستخدام السريالات أو الأدوات الخاصة بجعل هذه البرامج مفعلة مدى الحياة. إذن قم باختيار البرامج التي ترغب بتنزيلها واضغط على الخيار تراي ليتم تحميل البرنامج. مثلا اخترت برنامج الفوتوشوب ثم برنامج الإليستراتور، وكما تلاحظ أي برنامج تقوم بتحميله سيظهر لك في الأعلى. وبنفس الطريقة يمكنك تحميل باقي البرامج. سأحتاج أيضا إلى برنامج البريمير والأفتر إفكت، وأيضا برنامج الأوديشن الخاص بالتعديل على الصوت. بعد اختيار هذه البرامج سيتم تنزيلها وتثبيتها على حاسوبك بشكل تلقائي. للإشارة إذا كنت تتوفر على سرعة أنترنت جيدة فسيتم تحميل هذه البرامج في وقت قصير. أما إذا كنت تتوفر على صبيب أنترنت ضعيف فأنصحك بتنزيل هذه البرامج بشكل منفرد. إذن بعد الانتهاء من تنزيل هذه البرامج ستجد أنه تم تثبيتها على حاسوبك دفعة واحدة دون أن تقوم بتثبيت أي برنامج بشكل يدوي. وبهذه الطريقة ستحصل على جميع برامج الأدوبي 2019 دفعة واحدة دون الحاجة إلى تحميل وتثبيت كل برنامج على حدة لتفادي إضاعة الوقت في هذه العملية. بالنسبة لتفعيل هذه البرامج فستجد العديد من المواقع والفيديوهات التي تقدم شروحات حول كيفية تفعيلها بشكل مجاني. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، ونتمنى لكم التوفيق في العمل على هذه البرامج الاحترافية. لا تنسوا إخواني أخواتي الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة للتوصل بآخر مواضيعنا التقنية. دمتم في أمان الله.